نبذة عن قديش شمس قطر قوية. يعني يعني هاي النبتة احنا عنا اياها من سنين من سنين سنين سنين، يعني من سنوات ما عمرها ماتت. بنحطها دايما هون، يعني في شباك جنبيها، بس انه عادي بنسكر الشباك ومرات بنفتحه فبتدخل شمس، يعني شمس منيحة يعني. وطبعا زي ما حكيت لكم قديش شمس قطر قوية، عادي بتخترق الشمس بتخترق الشباك وكل شيء. طلعنا النبتة يوم واحد بس برا، يوم واحد فقط، ورجعت محروقة، انحرقت حرفيا. هاي النبتة زي ما حكيت لكم عايشة سنين، ما عمرها ماتت، مش انه كانت معرضة للموت او اشي، لا. فلكم ان تتخيلوا قديش الشمس قضت بيوم واحد فقط على، يعني حتى احنا هلا مش نص للصيف، يعني لو كنا في نص الصيف يمكن كان خلص ما إلها امل بالحياة. فهاي اشي غريب انه الواحد بفكر لو طلع النبتة برا انه بالعكس تاخد شمس. دائما الواحد بفكر انه لازم يفتح الشباك عشان الشمس تغذي النبات، بس الواقع مش هيك. الواقع انه النبات ما بيحتاج الا غير نتفة شمس، وفعليا الشمس بتحرقه.